السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحلو الحديث والكلام. من قناة منوعات لينا كنرحب بكم وكنوجه لكم ألف تحية وتحية، وكنتمنى تكونوا بخير وأحوالكم طيبة. كما كتشوفوا إخواني أخواتي متابعي الأعزاء، أننا كنتواجدوا في حديقة متواضعة. هذه هي الحديقة ديال البيت، بيت العائلة اللي موجود في البادية كما كتشوفوا. كان زبر أو تقليم الأشجار، هنا كان القصب نابت، القصب هو تنتف، وداروا ليها سياج بهذا السلك هذا. هنا كاينة نخلة حتى هي داروا لها التقليم وحيدوا هاد جذور القصب، حيدوها ما بقاتش، حاجة قليلة هنايا نابتة، ها هي كتنبت. هذا راه قصب، هذا هو القصب الأخضر فين كتطلع القصبة طويلة. ها هو السياج، هذه الزيتونة، لأنه هاد السياج غادي يحميها من دخول الدجاج أو طيور الدواجن كلها، كانت كتخسر المغروسات اللي كيغرسوا في الحديقة هنايا. ها هي الزيتونة، شوفوا الزيتون ها نتوما، الزيتون ها هو ويلاه كيخرج. أنا عرفتكم على الزيتون في بدايتي، ها هما هادو زيتونات صغار، هادي وهادي. يا مازال كتخرج هاد الزيتونة، كتعطي المنتوج يعني كتعطي الغلة ديال الزيتون. هادي زيتونة بقى صغيرة، هادي برتقالة، هادي حامضة، وليمون ها هي دايرة الحامض. لابد من ناخذ شي صورة تذكارية من هذا المنظر، هذا رغم تواضعه فهو على طبيعته. وهذا إكليل الجبل أو الأزير أو الغماغة، هذه حتى هي برتقالة من نوع آخر، معرفش الاسم بالضبط. هذه عنبة، عنبة مسكية، عنبة بيضاء، ها هي بدات كدير في الغلة حتى هي. ها هو أوراق العنب، هذه برتقالة من نوع آخر معرفش الاسم بالضبط، المهم أنها برتقالة، الريحة عاطية ديال الزهر. هذه برتقالة معرفتش بالضبط الاسم ديال نوع البرتقال، ولكن برتقالة. وهذه عنبة، ها هي بدا، شوفوا العنبة بدات كدير في الغلة، ها هي هادو راهم عناقيد العنب، العناكد ديال العنب، شوفوا. نتمنى يعجبوكم، المهم شاركت معكم داك الشيء على طبيعته. هذه الزيتونة قشابة، هذه تحت هو إكليل الجبل، هذا هو اللي أنا اللي زرعت، هاد جبت العود وحفرت لي حفيرة صغيرة ودرته وسقيته. هذه قرعة تمنوا تكبر، هي كدير في الغصون ديالها، كتنشر الغصون ديالها. غادي ختاما غادي نخرجوا من هذه الحديقة الصغيرة، وغادي نختموا من هذه الشجرة على صياح الديك،
الشجرة ديال الزيتون، الزيتونة. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو القصير، وتوصلوا لأكبر عدد من اللايكات، وتشاركوه في مواقع التواصل الاجتماعي، وتشتركوا في القناة بالنسبة اللي باقي ما اشتركش. ما عليه غير يفعل الجرس بالضغط على المربع الأحمر اللي كيكون تحت الفيديو، وغادي تلقى ثلاثة الاختيارات، يفعل الجرس على اختيار الكل باش يتوصل بجديد قناة منوعات لينا. وإلى اللقاء في الفيديو المقبل إن شاء الله.